عقدت لجنة التنفيذ توصيات مؤتمر نعمل معا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية، عقدت اجتماعها الثاني برئاسة سعادة المحامية دلالة زايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وذلك لبحث وتطوير التشريعات الوطنية مع بداية دور الانعقاد المقبل. وشارك في الاجتماع مسؤولون من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة، وصندوق العمل تمكين، ومستشفى الملك حمد الجامعي. وأكدت الزايد أن الاجتماع مع ممثلي الجهات الرسمية يأتي في إطار حرص اللجنة على التشاور والتعاون والتنسيق فيما يتعلق بالتوصيات التي شارك في وضعها مسؤولون ومواطنون من مختلف فئات وشرائح المجتمع، وذلك خلال جلسات وورش العمل المتخصصة بمؤتمر نعمل معا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية الذي عقده مجلس الشورى مطلع شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى أن هذه التوصيات تمثل طموحات شركاء مجلس الشورى من المواطنين وتطلعاتهم في تعزيز منظومة التشريعات الوطنية وبما يجعلها متوائمة مع النمو والازدهار الذي تشهده مملكة البحرين، وفي الوقت نفسه تحسن جودة الخدمات والإجراءات الحكومية المقدمة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم. حقيقة الحمد لله كان في تجاوب كبير من الجهات الرسمية والحكومية اللي حضروا معنا. بدأنا بالأمور الممكن تطبيقها اللي تحتاج فعلا لمراجعة بعض القرارات أو لاتخاذ قرارات معينة. أهم ما راجعنا في هذا الجانب اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصة، بالذات من يعانون من الإعاقات الجسدية. رصدنا أهم مشكلة تواجههم اللي هي كانت في عند استخدامهم للممرات والمرتفعات اللي تكون مخصصة لهم لعبورهم في الكراسي المتحركة، لدخولهم المرافق العامة، المستشفيات أو المجمعات التجارية. اشتكوا أنهم يتعرضون جد يعني للسقوط نتيجة لضيق مساحة تلك الممرات وعدم التقيد بمساحات معينة. طبعا الأخوان في وزارة البلديات أبدوا تفاعلهم معنا في هذا الجانب. لقاء اليوم راح يسهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية وخاصة اللي تقدمها تمكين. تواجدنا اليوم مع الشركاء من الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى طبعا راح يساعدنا كثير في ان احنا نرتقي بهذه الخدمات وان نساعد المؤسسات الصغيره والمتوسطه وندعم رواد الاعمال بشكل اكثر ونشجع ايضا الابتكار. واحنا من جلبنا من مستشفى الملك حمد تكلمنا عن حمله الكشف المبكر لسرطان القولون، هي الحمله الوطنيه اللي تم افتتاحها في تاريخ 13/6 تحت رئاسه الشيخ محمد بن عبد الله رئيس المجلس الاعلى للصحه، وتكلمنا فيها عن بعض النتائج الحملة. طبعا تكلمنا فيها عن النتائج اللي تم فيها اكتشاف 6 حالات سرطان عن طريق الحملات الكشف المبكر.